يقول السائل: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع بها لك عند الله، أحاج لك بها عند الله. نعم. يقول: فهل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بها من صلاة وصوم تدخله الجنة؟ لم يعمل بها ما يصير، أنه ما يعمل بها، ما تصح لا إله إلا الله إلا إذا قالها عن اعتقاد، والاعتقاد عمل. إذا قالها عن اعتقاد ويقين وعلم بمعناها والتزام للعمل بها فإنه يدخل في الإسلام، فإن مات في الحال ولم يتمكن من العمل فإنه معذور. أما إذا قالها وترك العمل وهو قادر عليه هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال فقط، فمن قالها موقنا بها ومات عليها ولم يتمكن من العمل فهو معذور وهو مسلم يمات على الإسلام، والعمل لم يتركه رغبة عنه وإنما تركه لأنه لم يعش ولم يتمكن. فلا أبو طالب لو قالها مخلصا ومات عليها صار من أهل الجنة ولو لم يعمل، لأنه لم يتمكن من العمل، لأنه بعد ما قالها مات. أما إنسان يقول لا إله إلا الله ويترك الأعمال، يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك الحج، يترك الأعمال ويقول تكفيني لا إله إلا الله، هذا كلام باطل ولا تنفعه لا إله إلا الله. الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، الزكاة، وهم يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله، قاتلوهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإن الزكاة من حقها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلا إله إلا الله لا تكفي إلا لمن لم يتمكن من العمل ومات عليها، أما من تمكن من العمل وترك إنها لا تنفعه لا إله إلا الله.